انفصلنا. كشي صار بليلة؟ حياك ملا البرنامج الجديد للعربي، في فنانة وفنانة تتطلق والناس تستانس. ليش؟ نشوف التقرير. أبثرنا ولو اعتبرنا الانستغرام بخبر انفصال الفنانين وسط فرحة غريبة من بعض جمهور الشرق الأوسط. اللهم لا شماتة. كيف صار بليلة؟ أنا الكذب ما أحب، أنا إنسانة مو كذابة. الله يوفقها ويوفقني إن شاء الله. أنا ما أحب أكذب نهائيا، مو مع شخص بوجهين، أنا وجه واحد بس. هو من هذا الجانب كشفت الفنانة عن جنسيتها الحقيقية. ماما احنا بقناة 8، شنو الكذبة اللي نكذبها على الجنسية؟ أمي من أصول كويتية وأبوي من أصول عراقية وأنا من جزر القمر. والذي يعافيكم أشغلونا بأخبار سنة، ترى زهقنا حتى ما لي خلق أعلق.